السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كل حال، كان الجدير بالأخ أن يطرح هذه الاستفسارات، واثنان منهما يعني كنت أود أن نذكرها، ولكن يعني ما اتسع لي الوقت. فالآن بحكم أن الأخ اقترحها فسأذكر نوع من التفصيل فيها، وهو أن بالنسبة للقياس، هل يقاس النواقد الإسلام؟ الجواب الأول، لأن ينظر الآن في عدة وجوه. الوجه الأول أنه كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن النواقد الإسلامية توقيفية، والأمر لا يرجع إلى العاطفة، هذه الأمور توقيفية. وإن فرضنا الوجه الثاني، وإن فرضنا أن يسمح فيها نوع من القياس، فيكون قياس صحيح. طبعا الفقيه الذي ليس الذي يعرف المسائل، وانما الفقيه الذي يعرف القدر المشترك والقدر المفترق بين المسائل. وهنا القدر المشترك بين الممتنع عن الصلاه وعن الزكاه والمفاخر بالمعصيه يعني واضح جلي، وهو كما يقول شيخ ابن تيميه رحمه الله في رده على الفقهاء المتاخرين الذين تاثروا بالارجاء في عدم تكفيرهم لمن امتنع عن الصلاة تحت السيف، قال لأن هنا حتى وإن لم يلد النص الشرعي على تكفير ترك صلاة، وإن كان الأمر متعلق طبعا منطقيا يعني عقليا يستحيل أن عادة أن الإنسان يمتنع عن الصلاة حتى ذهب حياته. قال هذا يعني عادة شيء يستحيل تصوره، يعني حتى عقليا الأمر يستحيل. أما بالنسبة للذي يفتخر أو الذي يجاهر بالأكل في نهر رمضان، هنا يتصور عقليا أن يصدر هذا من مسلم، فهنا فرق بين المسألتين. ولو فتحنا هذا الباب أدخلنا في نواقض الإسلام أشياء كثيرة جدا لا تنضبط بحكم أمرين، بحكم الغيرة على الدين والحكم القياس على النواقض الذي ذكره العلماء، وهذا ما ينضبط. وكما قال الشيخ صلاح للشيخ أن التكفير العلماء جاءوا ليس لمنعه، وإنما جاءوا لتضييق منافذه. فهذا الأمر الأول. والأمر الثاني، أنا طبعا هذه المسألة متعلقة بالحكم القوانين، وهو يبين أن كما يقول شيخ ابن تيمية رحمه الله أن أكثر خلافات الأمة أكثر ما تكون سوريا مما تكون جذريا أو حقيقيا. فالخلاف بين الشيخ محمد بن إبراهيم من جهة، والشيخ بن باز والعثيمين الألباني من جهة أخرى في المسألة تحكيم القوانين، هو أكثر ما يكون صوريا وليس حقيقيا، لأن الجميع يقرون بأن الاستحلال ناقم من نواقض الإسلام، أو أن الضابط الشرعي في الحد غير منزل الله هو الاستحلال. وطبعا قد جاء في هذا الأمر إجماع الأمة على أن الضابط الكفري والشركي في الحب غير منزل الله هو الاستحلال. وإنما جاء محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى جاء يثبت أمر زائد على ذلك، فقال أن الذي يحكم بالقوانين هو قرينة الاستحلال، يعني كما ذكرنا أول هو جعل هذا ليس استحلالا وإنما قرينة الاستحلال. والشيخ العثيمين رحمه الله يعني عندما استدرك على الشيخ الألباني رحمه الله قال قد يدل هذا على الاستحلال، يعني أمر كما قلنا احتمالي وليس حتمي، كما ذكرنا في الأمثلة السابقة هذا أمر احتمالي وليس حتمي قطعي، والنواقض الإسلام هي لا تكون إلا في أمور قطعية. فكما ذكر العلماء سابقا وحديثا حتى جعله الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته يعني أمرا مأثورا عن السلف الصالح، أن الإنسان ما يدخل في الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلا بأمر مثله، أي بأمر يقيني. فأولا لا يقاس كما قلنا في قبل قليل، لا يقاس في نواقض الإسلام الأمور التي جاء في الشرع، وإن كان لابد يعني وإن أجاز ذلك فيكون القياس صحيح وليس قياس مردود، بحيث يكون يتطابق جميع أنواع القياس بعضها البعض. وبالنسبة لهذا
القصة الذي استحل الزواج بزوجة أبيه قد ذكروها العلماء هذا، وهي القاعدة العامة أن القليل لا ينقض القاعدة العامة. يعني إذا جاء قاعدة، يعني هذا طبعا يعني معروف بالفرنسية، الاكسبسيون ني شا با لا ريغل، ما أدري كيف أقولها بالعربي. إذا جاء مثلا قاعدة ثابتة، القاعدة هي دليل على الأغلب، وإن وجد من ينقضها هذا له حكم الاستثناء، والاستثناء لا ينقض القاعدة. هذا أول. وثانيا، العلماء تكلموا هذا بإسهاب وتفسير في من نكح زوجة أبيه، وقالوا عنه أنه فعله على وجه الاستحلال والإنكار والمعاندة على الدين. ذكروا هذا العلماء منهم ابن حزم وغيرهم، يعني ما استحضر كلامهم، لكن جاء في هذا كلام كثير، وقالوا عنه أنه فعل هذا على وجه الاستحلال، وبذلك لا يقال أنه يقاس فعله على غيره. لو كان لعل غيره فعل هذا في زمن آخر، قد لا يكون بنصف الحكم. ومن الأدلة الذي ذكروها العلماء، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر بالوحي أن فعل هذا على وجه الاستحلال، أو يكون قد يكون لقرائن أخرى، وهذا لا يقاس إليها أمور أخرى. لماذا؟ لأن سنفتح باب لا تنضبط في توسع نواقض الإسلام، وسنوسعها إلى ما يشتهي الإنسان بحجة الغيرة على الدين وغيرها. والله تعالى عليه أعلم، وعليه تكلم.